يا أبا والله مشاريع ماكو لحد لا ما سوينا مشاريع. يعني أما اللي يجي يريد يشتغل بالبلد ما يريد يطلعون. شنو السبب؟ ليش بس قل لي شنو السبب؟ يلا أكو مشاريع مثلا شفتها في مدينة الموصل ولا ما أكو مشاريع؟ ما سووا جسور، ما سووا مستشفيات، ما سووا. نعم خبراء ذكروا أنه أكثر المشاريع ترقيعية وليست استراتيجية، ما هو تعليقك؟ نعم كلها ترقيع سووا من هي ماكو شهر زمان وقع. يعني كجسر النصر استعمل السورة سورة كله ترقيع سووا ماكو شهر زمان وقع كله من وراء الفلوس كله لط. شفت اكو مشاريع في الموصل يعني كمشاريع كبيرة كملت؟ ابد. وين المشاريع؟ يلا شوفني مشاريع وينها؟ وينها؟ هاي المستشفيات مثل ما هي، هذا البنك مثل ما هو، هاي مدرسة أبسط شيء، هاي المدرسة أجقى صار لها لحد لما حد اشتغلها. شنو السبب؟ فلوس. يعني سبب من الفساد كله فساد بوق إيه اللي يجي عيبوق ويمشي. زين شو توجه رسالة تقول مش توصل الرسالة؟ يا أخي خلي شوي يحسون على نفسهم، خلي يحسون على نفسهم يدحون على هذا الشعب، خليه شوية يسوون شغل هذا الشعب. أوكي إعمار ماكو إعمار وما إعمار والقضاء. إيه زين شنو اسباب تركوا بعض المشاريع كالمستشفيات الجسور وهاي الشغلات؟ عزيزي سببها الحكومه ما عاد تهتم بها لهي الشغله. هاي ما هو زين اكثر المشاريع حالتي الى مقاولين غير يكملوا على كلها كذب حيشك. يعني كلها كذب، يعني كلها كلها كذب، ماكو اي مشاريع. خلي يطمشون البيوت لحد الان مهدمه على رؤوس العالم. مستشفيات جسور مستشفى روح عليها ابره ماكو حبايه ماكو ما يعطيك. شو تشوف المشاريع اللي يعني الحاله استراتيجيه لترقيعيه؟ لا والله لا استراتيجيه ولا ترقيعيه، شيء ماكو كله صفر. شو توجه رساله جهه المسؤول؟ شو توجه رساله؟ والله هو والله وجه لهم رساله يا اخي، قل لهم خليه يهتمون بهالقضايا. الشعب تعبان، الشعب تعب تعب الشعب تعب، كافي يا اخي ما كافي. كل يوم يطلعون لنا بقرار جديد، عمرنا فلان شيء، عملنا فلان شيء، لما نروح عليك شيء ماكو. والله سير المشاريع تعبان تعبان، الوضع معدوم، مو تحت الصفر، مو صفر تحت الصفر، ماكو شغل. كمان يعني كبير في مستشفيات ماكو، اكو الدول المانحه تنطي كرفانات ويسوون بها مستشفيات وهم قاعدين لا شغله ولا عمله بس ملتهين، كل من يكرف مثلا. لا مشاريع ماكو عطاله. السبب يعود علمنا، السبب يعود هاي الروتين مال الدوله. كتبنا كتاب ودزينا لبغداد وراح يجي الجواب وما راح يجي الجواب. هذا عندنا مدارس انجزناها صار لنا سنتين من انجزناها بعد التحرير، يعني بال 17 اشتغلناها وكملناها، واحنا هسه بال 19 ولحد الان كتابنا وكتابكم على بغداد، ورحنا للوزير وانطانا كلام وفلان ووعدنا. بعض المشاريع متوقفه ممكن يكون انه سببها الفساد؟ اي مشروع متوقف هو من الفساد. فساد؟ اي ولا اللي فلوسه مدفوعه الناس تشتغل. هو ماكو الفساد كله، لا اي شعور بالمسؤوليه ماكو، لا ابسط من المقاومات الحياه هوني. اي شخص هسه عجيبه ماكو يدير كل هاي الحياه، بس كله ماكو الفساد. يعني كل الناس العمل كله متوقف، مشاريع يعني ما لقيني مشروع كمل. يلا يبدون بالمشروع ويقف وينتهي، والله كريم لي متى ما ينتهي. زين كجسور مستشفيات جسورات جسور هذا كله هذا شغل مؤقت، هذا كله هو هذا الفساد. يجيب هاي الكرفانات يعمل على اساس مستشفى، وهي هاي مستشفى، وهذا الجسم مالتنا هاي صاعدنا 50 سوق كلها من العايمه وكلها ما نعرف متى تقع كل ده. زين شنو الاسباب برايك؟ يعني انه كله فساد؟ هو ايش وصلنا له الحاله اللي هم الفساد؟ اذا منو لازم يحاسب؟ لما تحاسب ويا اثنين عشره عاد شلون نقدر نحاسبهم؟ ماكو غير انا كله لازم الامور تطير ما ظل الشكل. يجون ماكو ناس مخلصين؟ بس هذول بالدوله بالمحافظه ببغداد بالمركزيه ايش ماكو؟ كثير مخلصين بس الفازين صاروا اكثر من المخلصين.